ماتش الجزائر كاميرون. لعبت الجزائر في الكاميرون وربحت 1-0، واليوم رانا في البليدة ماتش روتور الجزائر مع كاميرون. والجزائر ذكرها في الشوط الأول في النص ساعة الأولى، الجزائر خاسرة 1-0. وستكون المهمة سهلة أمامكم، ومرت الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الكاميروني. أسماء جزائرية موجودة أيضا. يلا يا يوسف، توغل يا يوسف، مرة يوسف، التوزيع على ركلة جزاء. ماذا قال حكم المباراة؟ لم يقل شيئا. مررها إلى زروقي بجانب إسماعيل بن ناصر، وصلته في أحسن الظروف. طلب الكرة يأتي من بليلة على الجهة اليسرى. نهايه الشوط الاول في البليده 1-0 في صالح الكاميروني. الشوط الثاني كاميرون الجزائر كاس العالم في البليده، كاس العالم تصفيات في البليده ملعب شاكل 1-0 في صلاح الكاميروني. الجزائر ركنية تسلل من خلال رياض محرز. رياض لم يكن في موقع تسلل، معلش خيرها في غيرها بحول رياض. نرتقي يا رياض، نسجل يا رياض، كبيرة فرصة. 64 دقيقة والجزائر 0 كاميرون 1 في ملعب بليدة تسوية كأس العالم. نشاهد إسحاق بن فضيل المتراجع للخلف وليتحمل في عبء المباراة إلى غاية. وصلت إلى يوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء، ولكن المتابعة حاضرة. كرة خطيرة من الكاميرون. يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، المتابعة تأتي بالراس، تحولت إلى الجهة اليسرى كامرونية من قبل صامويل أومونغوي. تغطية دفاعية. يا جمال يا مايسترو، ننتظر لمساتك. اللمسات هو بعيد عنك نوعا ما يا طارق، تستمع لما دايم. كاميرون 1-0 يبقى 9 دقائق على نهاية الماتش. مباراة الكرة إلى منطقة 18 متر، يعني محاولة لكل محرز وبالليل الدخول بالكرة أكثر. هايلة من المحرز. هذا هو المطلوب يا محرز، إرباكون لأوننا الحاضر اليوم بكل قوة. تسديدة كانت قوية، كم يقول بأنه كان هناك تسلل. نعم سليماني كان تسلل. ستيدة كانت قوية من محرز، يعني محرز كان المناسب يخرج الكرة، تبقى تعود الكرة جزائرية. يسترجعها عبد القادر بدران بالخطأ. كاسما يقول بأنه هناك الخطأ، رغم أن عبد القادر بدران لو بالناصر البليلي او احنا عطال. عطال راح عطال، دخل عطال. يا عطال يا يوسف يا عطال، مرتكب عليه من أونغوي في اللقطه السابقه. زوج دقائق نزلوا على نهايه الماتش، نهايه المباراه. محرز ينفذ لماندي، ماندي يبحث يرسلها مباشره لعبد. هايلة من محرز، هايلة من محرز. ماندي من هناك حذر من الفرص الطائشة. نعم 5 دقائق سيرفعها الحكم المساعد الرابع محمد أمين عمر. آخر فرصة للجزائر، آخر فرصة. إن لم تأتي برأس هذا الهداف سلام. يلا يلعبها بليلي في توزيعة جميلة تروح لمحرز من هناك. استقبال جميل من محرز وحسين بن عياد. الدفاع ما فيش لمس بالكرة، يقول حكم المباراة ما فيش لمس بالكرة. آخر فرصة يدخل بليلي. يلا الجزائر يرسل كرة طويلة ما توصلش. لمست رأس المدافع الكاميروني ومشت إلى الركنية من شعب ويفجر الحناجر. هل ستأتي بالهدف؟ تنقل الكرة تلعب
قصيرة ترجع لي محرز 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 التركيز يا رياض تعادل في مباراتي الذهاب انتهى واحد المقابلة انتهى في المقابلة واحد صفر نعم التمديد هو الوقت المضاف يا طارق صلاح الكامل لوكا برعاية المميز الراعي الرسمي المحاربين سنكون معكم إلى غاية الرمق الأخير ما كان في الشوط الإضافي ما بين الكامرون إن شاء الله سنتأهل إلى المونديال والجزائر سنتأهل بحول الله أربع ساعة وكل جهة في 90 دقيقة من إن شاء الله أصعب المباريات التي عاشها المنتخب الوطني منذ مدة طويلة 90 دقيقة شاقة وصعبة خالد عبد القادر مرهقة الجزائر بركات هدف للجزائر هدف للجزائر هدف استعادة زمام الأمور هدف العودة في المباراة يا الله يا الله يا أحمد يا طوبة يا أحمد يا طوبة كنت في الخير كنت في الخير يا أحمد يا طوبة لا 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 يا الله يا الله يا الله يا الله أحمد طوبة في أول لمس للكرة التغيير هذه اللمسة المنتظرة يا جمال هذه اللمسة المنتظرة يا جمال يا برماضي سليماني السوبر سليماني 41 هدف يا سلام وأي هدف يا سلام يا سلام وأي هدف هدف المونديال هدف التأهل الهدف رقم 121 تحية الجزائر هنا بتشكر 121 هدف نعم 121 هدف يا أحمد يا طوبو أي كوتشينج أي كوتشينج الله يا الله يا الله يا الله ما أروع هذا الإحساس ما أروع هذا الجمهور ما أروع هذا الملعب ما أروع هذا السوبر سليماني أروع أروع ممتاز السيناريو أي سيناريو سليماني يقول لك إلى الأسف إلى الأسف هدف غير مقبول هدف غير مقبول اعتقدنا بانها فرجت يعني للشوط الاول الجزائر هايله هايله الجزائر هايله بن ناصر سلامات ان شاء الله سلامات ان شاء الله إريا هذا هو لقب المحاربين ينطبق اليوم عليكم انتهى الشوط الاول اضافي تقدير التفاؤل واكثر حماس الشوط الثاني اكثر اراده وتصميم واندفاع لتسجيل الهدف الهدف الذي سيحررنا هدف ظنناه احتسب لحول الله هي كرة الهدف نعم هي كرة الهدف يلا هي كرة الهدف يلا هي كرة الهدف أوه تدخل الدفاع تدخل الدفاع وتعود جزائرية يده يوزعها هاي الجزائر الله يبارك فريق كايل أوندوا يا منصور هنا العائد إلى المهام الدفاعية يخرجها إلى التماس التغيير قادم خروج بلايلي بلايلي تحت إغناطيوس إذن يأخذ مكانه تلعب الكرة المتابعة حاضرة ولكن الكرة كانت طويلة مباشرة تصل إلى حسين بن عياد يرفعها بشكل ممتاز سليماني المتابعة موجودة التسديد أوب 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 خطيرة خطيرة بن ناصر بروعة تبقى الفرصة خطيرة تبقى الفرصة متاحة ولكن طويلة مباشرة تسديدة قوية جدا لا تصد إلا من أندريونانا والحراس الكبار يا سلام يا بن ناصر المضافين كرة أمام في منطقة المنتخب الكاميروني الضغط متواصل من عناصرنا الولي عناصرنا الوطنية سيتداركون بابا 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 أو يفضل طويلة من هناك ناحية حسين حسين بروعة ممتازة بالعقب البحث عن رشيد غزال ولكن ترجع له حسين قدري هنا الحاكم ضد الحاكم ضد الجزائر على خطر هنايا كان بينالتي هنا كرة أخرى كرة أخرى للكاميروني حتى إلى ركلة الترجيح سنحسمها بكل الطرق بحول الله سنحسمها اليوم سنتأهل إلى قطر الإيجابية هو إن شاء الله كرة ملعوبة وتسديدة إيليا إيليا بعد الركل يا الهدف الهدف تحية الجزائر محاربين الصحراء كأس العالم كأس العالم المونديال فوز الجزائر الجزائريين تحية الشعب الجزائر الله أكبر بأي
الجزائر تتأهل إن شاء الله للمونديال. الجزائر تأهلت للمونديال ساعتو وعبر الصحراء. الجزائر تأهلت للمونديال. موقع رياضية ورس كروي احتفالية رياضية سنسميها كل شيء سنسميها يوم التاريخ. قلت بأننا لن ننهزم في تشاكار. المباراة رقم 46 من دون هزيمة. المباراة رقم 46 من دون هزيمة. تاع يا الجزائر تاع يا الجزائر تأهلنا. هم المحاربون. الضغط ثم الضغط ثم الضغط. هدف التحرير هدف الانتصار في شهر الانتصار. هكذا أنتم يا سادة هكذا أنتم أيها الأحرار هكذا أنتم. يا سلام الله الله يا الله يا الله الله أكبر الله أكبر. قلت لك يا علي أننا سنتأهل بحول الله. الله أكبر الله أكبر بإذن الله ما شاء الله. ظلمنا تحكيميا لكن الله كان الله أكبر الله. الحمد لله يا رب. الله أكبر. لعبوا الجزائر لعبوا الله يبارك. مفشوش شجاعة كبيرة. محاربين شجاع الصحراء. شكرا لكم يا أبطال. لقد تأهلتم إلى المونديال. تأهلتم بقيادة الكوتش جمال مستغانم. وما أدراك ما مستغانم الجمال. قدمتم أفضل عربون في شهر الشهداء في شهر النصر والوفاء. جمعكم حب الوطن نعم. جمعكم عشق الألوان. شجاعة كبيرة فريق كبير إن شاء الله. جمعكم الجزائر نعم. جمعتكم كما جمعت أجدادكم على قلب رجل واحد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الحمد لله يا ربي. وحتى هناك في ونمضي هذا الروبورتاج إن شاء الله بالصحة ولهنا الجزائريين بالصحة ولهنا الجزائريين. خالدي عبد القادر الشقيق ورفيق الدرب الحاضر اليوم في مدرجات بغداد بنجاح المساهم في كسب هذا الرهان. من الباهية كذلك حسين بن عيادة. حق لك أن تذرف الدموع يا حسين دموع الفرح لتتجاوز. والماتش ما كملش. الماتش ما حبش يكمل. الكامرون يزيدوا هدف. سنشاهد من أين خرج اللاعب. يا الله معليش. درس آخر. كملوا الماتش كملوا اللعب. درس آخر لنا من بوليدا. نزل الماتش على قلب. نزل اللعب. ضحوا يا علي قدموا كل ما لديهم. الكامرون حاولوا سجل هدف. قدموا كل شيء. وهكذا تعود. كم اثنين زائر واحد. يجب أن يقف عند هذا الحد. قادر مازالت الجزائر في ذا اللعب مازال تقدر تربح. قريبة جدا. قريبة كرة القدم. معلش. فرحة لا تقدر إلى حسن سيكون كبير. أي سيناريو. الكاميرون تحسمها. شكرا جزيلا لكم يا أبطال. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك يا أبو مالي. مشروعك مؤجل بحول الله. في اللحظة الأخيرة الكاميرون سجل هدف. وهذا ينجح الكاميرون. شكرا لكل الأبطال. شكرا لكل من حضر الليلة. صحيح أنها مؤثرة جدا. انتهى الكلام مشاهدينا. شكرا جزيلا لكم على المتابعة. نلقاكم في موعد قادمة. وهكذا يتأهل الكاميرون. دموعهم اليوم تؤكد ذلك. ما حدث في مباراة اليوم الكثير من الفرص ضيعنا.